منذ أكثر من 7 سنوات وحتى الآن ظل الشارع الرئيسي لحوادث مستشفى الخرطوم مكانا يفضل معاوي عكاشة البالغ من العمر 29 عاما التواجد فيه متطوعا لخدمة مرضى سرطان الأطفال وغيرهم. من الجانب الآخر لشارع الحوادث ومن تحت هذه الشجرة يدير معاوية ومن آمن معه من الشباب بفكرة مبادرة شارع الحوادث المطروحة عبر الفيسبوك شؤون من تعرفوا عليهم من مرضى سرطان الأطفال داخل المستشفيات العامة. يعني نحن متكاتفين كده مع بعض، هنا الحاجة بنسميها مشوار جوا الروح. يعني اليوم انت جايتي تتطوع في ده اسمه مشوار جوا الروح، جايتي تشوف حاجات، نعم بتشوف الآلام، بتشوف قصص، بتحمد ربنا، يعني كل الحمد لله رب العالمين كده من جوا، بتحس انك انت الطفل العيان اللي بده يطعنوا 50 فراشة وهو لسه بيصبر، بقول لك الحمد لله رب العالمين. يعني كده نعمة ما أظن الإنسان يستسيق طعم النعمة دي إلا يجي مع الأطفال ده ويحسها. بين الفحوص الطبية وتوفير الدواء من الصيدليات وربما القذاء للأطفال المرضى يتوزعون مهامهم التطوعية ميدانيا في يوم عملي يبدأ من الصباح وحتى المساء، مهمة إنسانية يقولون إنها وجدت استجابة سريعة من قبل الداعمين. في اليوم الحالات اللي بتصلنا بما يقبل بين ال 25 وال 40 حالة، يعني في الحدود دي تقريبا الحالات البصر من الفحوصات البسيطة اللي هي بسبعة وعشر جنيه لحد تصل الفحوصات الكثيرة بالخمسة ستة مليون. دائما عندنا قائمة بتاعت ويتينج بنخطها بنشوف إنه الأولوية ده طفل مستعجل، دائما نظارة القلب المفتوح بيكون عملياته أسرع، الناس الفشل الكلوي لازم يغسل الغسيل بتاعه، الناس السرطان لازم يحصل اليوم بتاع الكيموثيرابي بتاعه، بنحاول نستعجل لهم. تمشي للطبيب تقول يعني انه حالته ممكن تنتظر لبكره او بعد بكره، ترفع الحاله في الفيسبوك وبعدها بتشوف الاستجابه معاها. أنات الاطفال المرضى داخل عنابر الرعايه مصحوبه بمكالمه هاتفيه من احد مرافقيهم او غيره تكفي لاستدعاء احد المتطوعين المتواجدين في الشارع. الاختيار هذه المره وقع على رحاب أصغر المتطوعات سناً، أما الغرض فهو توفير صفائح دموية. أحلى حاجة وأنت بتعمل الحاجة دي لما تجي راجع وبتشوف إنه زول بيقول لي يعني بيدعي لك. الدعوات اللي بتسمعها من الناس فدي أكثر حاجة بتحفزك إنه أنت لسه تشتغل ثاني وإنه أنت تعمل كده. فرحة تشوف ذاتها في يوم تشوف زول كان تعبان شديد ووقف كويس، فدي من الحاجات الكويسة خالص. قديماً قيل إن من عاشر قوماً 40 يوماً صار مثلهم. فعائشة بائعة الشاي والتي يحلو للشباب المتطوعين مناداتها بسكرتيرة شارع الحوادث تقول إن وضعها المادية دفعها لممارسة مهنة بيع الشاي، ومع ذلك حتى هي لا تبخل بالقليل من عائدها المادي لمن يحتاج إليه من المرضى أو الفقراء. أنا مرات يعني بنسى الروحية عادية، أنا عندي شغالة أنا محتاجة، يعني ما نجي زول يقول لي أنا محتاج بدي اللي عندي وبعد ذلك بتوكل، لكن ربنا سبحانه وتعالى بديني أنا ذاتي أصلاً، أنا قدر ما عميل تلقى ربنا يفتح لي. كل من يجلس في الطرقات أو بالقرب من بائعة شاي في نظر الكثيرين إما متسكع أو عاطل عن العمل، تلك صورة ذهنية لا تبدو متسقة لوصف حالة هؤلاء الشباب الذين اتخذوا من هذا المكان منطلقا لتقديم يد المساعدة لمن يحتاجها من المرضى والفقراء. عبد الباقي العوض لبرنامج اليوم على الحرة، الخرطوم.